في نشرتنا مجموعة من الأخبار الاقتصادية في هذا التقرير. أكد المجلس الأعلى لرجال المال والأعمال اليمني أن استهداف العدوان السعودي الأمريكي للبنية الاقتصادية اليمنية يعد استكمالا لمسلسل التدمير لما تبقى من حركة إنتاجية داخلية في اليمن. وأوضح المجلس أن المنشآت الصناعية والتجارية الوطنية تعتبر مصدر الدخل الوحيد لآلاف العاملين وعائلاتهم، وتوفر الاحتياجات الضرورية للمواطنين لتخفيف أزمة الخسارة المفروض عليه من قبل العدوان، لافتا إلى أن تلك المنشآت وأصحاب رأس المال ورجال الأعمال يقدمون خدماتهم لأبناء اليمن بعيدا عن الجانب السياسي. حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو من التدهور السريع لوضع الأمن الغذائي في اليمن والذي بلغ مرحلة حرجة للغاية جراء الحصار المفروض برا وبحرا وجوا، مشيرة إلى أن نحو نصف عدد سكان البلاد يواجهون تبعات خطيرة. وقالت المنظمة في تقرير أن أكثر من نصف سكان اليمن والبالغ نحو 14.4 مليون شخص يواجهون تبعات انعدام الأمن الغذائي بسبب القيود على الاستيراد والذي حد من توفير المواد الغذائية الضرورية ما تسبب في ارتفاع الأسعار. وأوضح التقرير أن عدد الأشخاص غير الآمنين غذائيا ارتفع بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي. تعتزم سويسرا التصويت على مقترح لمنح كل مواطن 2500 فرنك سويسري شهريا بغض النظر عما إذا كان موظفا أم عاطلا عن العمل. وأكدت مصادر سويسرية أنه في حال أقر المقترح ستصبح سويسرا الدولة الأولى في العالم التي توفر دخلا شهريا لمواطنيها دون قيد أو شرط، إضافة إلى أنها أول دولة تصوت على هذه المسألة. وذكرت صحيفة محلية أن الخطة ستكلف الحكومة حوالي 208 مليارات فرنك سويسري سنوياً.